بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله، وجئنا إلى فقرة الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لازلنا نعيش مع خلق الأمانة. كنت اتكلمت مع حضراتكم قبل كده عن نماذج من الأمانة. النهاردة هنتكلم عن صور الأمانة. ايه هي صور الأمانة؟ قالوا العلماء الأمانة نوعين: أمانة عامة وأمانة خاصة. الأمانة العامة هي أداء التكاليف الشرعية بأوامرها ونواهيها. يعني ازاي؟ أمرك الله بأمر فأتمر به، نهاك الله عن أمر فانتهي عنه، أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك الله حيث نهاك، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبعدين يقول لنا في القرآن: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث وقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ده النوع الثاني من أنواع الأمانة ومن صور الأمانة، الأمانة الخاصة. يبقى العامة إن أنا أؤدي التكليفات الشرعية التي أمرني الله بها وأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بها، أن أمتثل أمر الله وأمر رسول الله، وأن أجتنب نهي الله ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من صور الأمانة الأمانة الخاصة، ودي كثيرة، أنواع كثيرة. أولها الأمانة فيما افترضه الله على العباد من عبادة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى الأمانة في العبادة، إن أنا أعبد ربنا أمرني بالعبادة أعبده سبحانه وتعالى وأكون له حق العبد. بقول في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، عبادتي لك يا رب. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن جعلت أحمد لي نبيا. يعني عز وشرف وفخر أني عبد لك يا رب، حسب نفسي عزا أني عبد، يحتفي بي بلا مواعيد رب، هو في قدسه الأعز وأنا أناجيه أين ومتى أحب. أنت اللي تختار الوقت والمعاد والزمان وتكلم ربك جل وعلا في صلاتك. الأمانة فيما افترضه الله على العباد من عبادة. الاثنين الأمانة في الأموال. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وعندنا يعني قصص وعبر كثيرة في هذا الأمر. سيدنا النبي تاجر للسيدة خديجة في مالها لأنه اشتهر في مكة أنه أمين على أموال الناس. الصادق الأمين لما اشتهر بالأمانة صلى الله عليه وسلم طلبت منه السيدة خديجة أن يتاجر لها في مالها. أيضا من ضمن صور الأمانة الخاصة الأمانة في الأعراض، حفظ الأعراض. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا السلام لما ذهب ووجد بنتي سيدنا شعيب، وجدهم يسقون الماء ولا يستطيعون،
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء سقاهما سيدنا موسى ثم تولى إلى الظل لم يتكلم معهما ولم يستغل الفرصة أنه سقى لهما. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف الجزاء من جنس العمل. هو غض بصره عنهما. حصل من بنت سيدنا شعيب فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وكانوا مشايخنا يعلمونا نقف على إيه في الآية؟ تمشي على استحياء. على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. باقي أيضا صور من صور الأمانة نكملها في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيء الأخلاق. اللهم أمين. فاصل ونرجع تاني للفتاوى. صلوا على الحبيب.